الآن مع نشرة الأخبار. وفقد المحتار في فهم الأمر برعاية مستر أسامة فكري. المتطوع مرتاح نفسيا. اشمعنى؟ أصلاً أنا ودي نعمة. المتطوع الجديد. ماله؟ حمدو حماس شديد. شفت دافعها مين جمعهم؟ اشمعنى؟ أنوار حلوان في الجامعة. شفت الجودة بتاكل بطاطا؟ اشمعنى؟ عايشين في دور القلاطة. وائل زايد يا اخوانا. مال خالي الشباب وطلع بيهم فايد. كبوا الولترس. ماله؟ بيدور على عيال. يا عيني لو ما كانش فيها حفله. اشمعنى؟ الولا احمد كبر كان هيعمل قفله. قال لك ده فيها حفله. اشمعنى؟ اصل الرامي جابها على غفله. الواد عمر مختار. ماله؟ عامل شغل جبار. لقد قامت قواتنا الانواريه بتحقيق التارجت في 6 ساعات، وقد قام سلاح الداخلي بتحقيق 128 محاضرة، أما سلاح الخارجي قد كان 30 محاضرة، أما سلاح الأونلاين يا ولاد 15 محاضرة، محاضرات المسجلة 5 محاضرات. نيجي للجماهيرية يا ولاد، هي جماهيرية واحدة وهي مين جمعهم؟ اسكت يا ولد، أنا عارفك بتاع فرع حلوان. نيجي بقى للفرسان الانواريه الحلوانيه زي ما بيقولوا يا ولاد. عدد ساعات التطوع 4642 ساعه، اما عدد المستفيدين 2932 مستفيد. على قلب واحد اجمعين.